معنا مشاهدينا عبر الهاتف الدكتور هشام بن خيال، استشاري جراحة المخ والأعصاب. بداية دكتور، أهلا وسهلا بك في نشرة أخبار التناصح، ونهنئكم على نجاح هذه العملية وهذا الإنجاز الطبي الذي تحقق بفعل كوادر وطنية مثلكم. ولو تحدثنا عن تفاصيل هذه العملية الجراحية. اهلا وسهلا بكم ومشاهديك الكرام. الحاله باختصار بالنسبه للطفل الذي وجه له هذه الجراحه هي كانت تشخيصها في البدايه على اساس انه ورم في النخاع الشوكي، وكان الطفل اصيب بشلل كامل في الاطراف السفلى والاطراف العليا، واوضحت صور الرنين المغناطيسي والمقطعيه وجود كتلة، وكان التقرير الفني والكل أجمع أن هذا ورم في النخاع الشوكي، وكان يعتبر من الحالات الميؤوس منها جراحيا، وكان الطفل البالغ من العمر 10 سنوات يعيش حياة طبيعية إلى أن أصيب بهذا الشلل نتيجة وجود هذه الكتلة اللي كانت شخصت على أساس أن هي ورم. وبعد التدخل الجراحي وإزالة هذه الكتلة اتضح أنها فضيض ومادة فضيضية ممكن يكون نتيجة التهاب، وكان هذا هو الظن. وبعد تنظيف هذه المادة من الدخول في النخاع الشوكي وإجراء عملية كبرى في هذا المكان الحساس، تماثل الطفل للشفاء تدريجيا وعاد إلى حياته الطبيعية خلال أشهر بسيطة، والآن هو في حالة طبيعية جدا وينعم بين إخوته وأسرته وفي مدرسته. الشيء النادر في هذه العملية أن في الأبحاث الطبية على مستوى العالم لما بحثنا وقدمنا رسالة البحثية، الورقة البحثية لإحدى المجلات الكبرى في بريطانيا، اتضح أن مثل هذه العمليات كانت نادرة جدا، وأن في العالم تقريبا وجود 150 عملية من هذا النوع، لكن كلها كانت عندها أسباب مثل الالتهابات، مثل إصابة بالدرن، مثل إصابة بالعمود الفقري الذي أدى إلى وجود التهاب هذه المادة الفضلية. لكن هذا الطفل كان لا يعاني من أي أسباب أدت إلى وجود هذا الالتهاب، هذا أدى إلى 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 دخول أو إمكانية حدوث هذه الحالة. نعم. بدون ما يكون هناك سبب مثل إصابة أو التهاب أو طيب منع. دكتور، كم يبلغ عمر هذا الطفل، وما مدى خطورة عملية مثل هذه العملية التي أجريتها، وكم نسبة نجاحها؟ الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وكان لما حضر إلينا كان يعاني من شلل كامل بالأطراف، ونسبة نجاح هذه العملية تعتبر ضئيلة جدا، لأن يعتبر النخاع حسب الصور المقطعية وصور الرنين المغناطيسي أن في لب النخاع الشوكي هذه الكتلة وهذا الورم الذي أدى إلى تلف خلايا النخاع. لكن كان الشيء الجميل في هذه العملية أن النخاع تماثل للشفاء، وعاد الطفل إلى حياته الطبيعية، وعند إجراء الصور المقطعية كمراجعة بعد عدة أشهر كأن لم تجرى له عملية، وكأن لم يصاب بأي مرض، وعاد الطفل إلى حياته الطبيعية. ونال هذا البحث شهادة تقدير أفضل بحث في إصدارات هذه المجلة العلمية في المتحدة. طيب دكتور، كم ساعة استغرقت منك هذه العملية، وهل كان هناك أجانب معك في طاقمك الطبي، أم أنه بالكامل عناصر وكوادر وطنية؟ العملية بالكامل من كوادر طبية ليبية، في واستغرقت العملية حوالي بين 4 إلى 5 ساعات، وتعتبر من العمليات الدقيقة جدا لحساسية موقع هذا الورم في أسفل الفقرات العنقية وفي لب وفي داخل النخاع الشوكي. نعم، الدكتور هشام بن خيال، استشاري جراحة مخ وأعصاب، شكرا جزيلا.